حماية مياهنا الإقليمية هي مهمتهم. تاريخهم حافل بالروايات والبطولات. هم رجال أحسن إعدادهم، تراهم دائما يقظين مستعدين. وإن استشعروا الخطر كانت مصر ملء القلب والعين، وكان لهيب نيرانهم في وجه أعدائهم. القوات البحرية المصرية، وحوش البحر. التاريخ ذاكرة حية، والماضي شاهد على ما تركه الأسلاف من حكمة قتالية متوارثة على مدى الزمن. ملاحم مصرية حملت فيها القوات البحرية لواء الفتح البطولي بتأمين المسرح البحري المصري وإحكام السيطرة على المياه الإقليمية بمختلف المحاور والاتجاهات الاستراتيجية. وفي العصر الحديث تنامت القدرات القتالية للبحرية المصرية إبان حكم محمد علي باشا، وانطلقت لتضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود مصر الساحلية. وشقت البحرية المصرية طريقها إلى النصر في كافة حروب مصر المعاصرة، فتجلت روائعها الخالدة إبان حرب الاستنزاف متوجة بعشرات الضربات الموجعة، بدءا بإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، وذلك في 21 من أكتوبر عام 1967. هذا اليوم استحق أن تتخذ منه مصر عيدا للقوات البحرية. لم يبق 4 أشهر وفي 21 أكتوبر إلا وكانت بحريتنا المجيدة بتضرب لأول مرة في تاريخ البحرية العالمية أول صاروخ على أكبر قطعة في الأسطول الإسرائيلي. ويمضي الزمن فلا يكف هدير المدافع ولا يتوانى أسود البحر عن تطوير قدراتهم القتالية، لتبلغ المنظومة التسليحية ذروتها بانضمام أحدث المعدات، ومنها حاملتا المروحيات جمال عبد الناصر وأنور السادات من طراز مسترال. الفرقاطة متعددة المهام تحيا مصر من طراز فريم. الغواصات ألمانية الصنع من طراز 209. الفرقاطات متعددة المهام من طراز جوين. نموذج يحتذى للتعاون المصري الفرنسي على مستوى التصنيع الحربي، والذي أفضى لإنتاج الفرقاطتين بورسعيد والمعز. كما امتدت آفاق التصنيع المشترك لتشمل إنتاج العديد من لانشات المرور الساحلي والرب القتالي المدرع للوحدات الخاصة البحرية من طراز رافال 1200. وبالجهود الذاتية لترساناتنا البحرية وبأيد مصرية، تم تصنيع المزيد من القطع البحرية، ومنها لانش البحرية 1، القاطرة مايكرو ميجا، الجبارة المفصلية، لانش الإرشاد بايلوت، والرب المصري المطور من طراز دراك. وحفاظا على أمن مصر القومي وبموجب رؤية القيادة السياسية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات المحيطة بمجالنا الإقليمي، تواصل قواتنا البحرية إنشاء المزيد من قواعدها بمناطق راس بناس، جرجوب، وشرق بورسعيد. ولم تأل القوات البحرية جهدا لرفع كفاءة الفرد المقاتل عبر التدريبات داخل الوحدات.
إضافة إلى تطوير العملية التعليمية بالكلية البحرية والمعاهد والمنشآت التعليمية. ومعسكرات التدريب الخارجي لطلبة الكلية البحرية والتي تواكب أحدث النظم العلمية على مستوى العالم. كفاءة قتالية أدت لسعي العديد من القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة للقيام بالعديد من التدريبات المشتركة مع قواتنا البحرية، ومنها التدريب المصري السعودي المشترك مورغان، التدريب المصري الإماراتي المشترك زايد، التدريب المصري البحريني المشترك حمد، التدريب المصري الأردني المشترك العقبة، التدريب البحري المشترك الموج الأحمر، التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا، التدريب المصري الفرنسي المشترك كليوباترا، التدريب المصري الفرنسي المشترك رمسيس، التدريب المصري الروسي المشترك جسر الصداقة، التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع. التدريب المصري الأمريكي الإماراتي السعودي المشترك تحية النسر. هذا فضلا عن التدريبات العابرة مع الدول الشقيقة والصديقة. مستوى قتالي عال تجلت آثاره الممتدة بحماية أمن مصر القومي عبر العديد من الملاحم في إطار عملية حق الشهيد والعملية الشاملة سيناء 2018. هكذا قامت قواتنا البحرية بتأمين سواحل سيناء، فمنعت تسلل الإرهابيين، فحاصرتهم وقطعت خطوط الإمداد الخارجي عنهم. وتتواصل أنشطة القوات البحرية في حماية كافة السواحل المصرية، وتؤدي المزيد من المهام القتالية بتأمين الموانئ والأهداف الاستراتيجية البحرية، هذا بالإضافة إلى تأمين حقول الغاز المصرية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح والمخدرات والبضائع، هذا إلى جانب عمليات الإنقاذ بأنواعها. مهما يموج البحر ومهما يعلو المد، قادرون على الصد بأقوى وأعنف رد. القوات البحرية المصرية وحوش البحر.